الكبار حينما يكون الإنسان مستصحبا له فإنه لا بد أن يقتصد هنا ليس لأن هنالك شخصا دعاه وإنما لأن ذلك جزء من عبادته وهذا حينما نعممه على الناس يكون له بالتأكيد أثر كبير. كان للمالك آداب وأخلاق ونوع من التعامل منها تقليل الماء كما قلت والتيامن فيه وضعه في اليمين والحفاظ عليه. والله تعالى دائما يقول لنا في أنهار الجنة أن فيها ماء غير آسن والماء غير آسن غير متغير. وعندنا أن الماء له صفات فهو طاهر ومطهر طهور وطاهر وماء لا طاهر. الماء الطهور هو الذي لم يتغير بقي على أصله والذي يصح تصح به العبادة والماء الطاهر الذي لم يتلبس بنجاسة كماء خالطته الزيت أو كذا هذا ماء ليس طهور لكنه طاهر على كل حال. هذا يصلح كما يقولون للعادة لا للعبادة. وهناك ماء ثالث ليس بمعنى أننا هذا الماء الذي تحدث القرآن عنه قال ليطهركم به جعلكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه ليست عند أي شعب من الشعوب أي ثقافة أخرى ما تعرفش أن الماء طاهر أو مطهر. ماء يغسل وفرق كبير بين الغسل والطهارة. الطهارة هذا حكم شرعي يعطى للماء الذي يصلحه لتزال به أحكام عوارض الطهارة الجنابة مثلا والحدث الأصغر إنما تزال بالماء ولذلك يكون الماء طهورا وهو أفضل أنواع المياه. وقد يصبح طاهرا للغسل أي يغسل الإنسان ثوبه وليس هذا غائب لأن الفرق بين الغسل والطهارة كما قلت لكم هو فرق شرعي. هذه الاعتبارات حينما يكون الإنسان لا تستوي عنده المياه ولا تستوي قيمتها ولا تستوي مكانتها ويعرف أن هذا الماء ماء نفيس. لهذا السبب كان للناس اهتمام به. كان الإنسان إذا شرب الماء في ثقافتنا الإسلامية والمغربية كان يستحضر النعمة كان لا يشرب الماء إلا إذا سمى الله على ذلك. وكان من عادة المسلمين إذا أنهوا الشرب أن يحمدوا الله على ذلك. هذا جميل جدا في شرب الإنسان يقول الحمد لله لما كان يقول الحمد لله ولا بسم الله قاعد يشرب. لماذا؟ لأن هذه نعمة يحمد الله على نعمة توفرت له ولم تتوفر لآخر. وكان الذين يجلسون إلى جانبه يهنئونه كانوا يهنئونه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سقته امرأة في حال تدمير فقال صحة. قال هذه كلمة صحة أي أريد لك أو أطلب لك الصحة. والعلماء تحدثوا فيها كذا وهذا كان عندنا في الأدب المغربي إحنا الإنسان في شرب كله صحتك هذه كلمة أصلا كلمة نبوية وهي نوع من التهنئة على شرب الماء بمعنى الماء قيمة كبيرة إلى درجة أن الإنسان إذا شربه وسلم ولم يشرب منه ونجا منه يستحق أن يهنأ على ذلك فيقال له صحة. وعلى العموم في المغاربة كما أختم بهذا كانت لهم طقوس وكانت لهم عادات وكانت لهم في تقدير الماء وفي إيدائه المكان وفي شربه كذلك. كان الناس يشربون الماء عندنا وخصوصا في الجهات الرسمية وكان مولى إسماعيل خصوصا له في هذا طقوس معروفة. وهناك كتاب من الكتب التي أرخت الحضارة المغربية وهو كتاب العز والصولة لعبد الرحمن بن زيدان وكتب كثيرة تحدث عن لأن الآن إحنا محتاجين أن نتكلم عن الحضارة المغربية ونثيرها من خلال مصادرنا لأن الآن خلاف الآن أصبح حول أشياء من الحضارة والحضارة منتج الحضارة كله أصبح كل واحد يدعيه ديالي أنا لست أنا ولكن يجب أن نعود إلى مثل هذه الكتب وهي كتب مهمة جدا كتب الرحمن بن زيدان رحمه الله وهذا محرك الدولة العربية له كتاب عز والصولة وله كتاب في أيضا في تاريخ مكناس والفقيه داود
أحمد داود له كتاب جميل جدا في تاريخ تطوان، وله لاحق في الحضارة التطوانية إلى أن ذلك مما كتبوا لنا جزاهم الله خيرا وحافظوا لنا. فهم يذكرون أن المريس إسماعيل كان يستجلب له الماء من عين خاصة من تبعد عن مكناس بحوالي 12 كيلومتر، وكان الماء إذ يجلب فإنه يستأذن بأن يوضع في خليط آخر، والقرآن أشار إلى هذا أن الماء لا من الأحسن أن يمزج بغيره وأن يمزج بمزاج يعطيه لذعة أي نوع من مرارة في الشرب، مثل الآن في بعض المشروبات الآن فيها تنتهي بهذه اللذعة، بعض المشروبات معروفة لا أذكر أسمها، ولكن والله تعالى ذكر أن أصحاب الجنة كذلك يشربون كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل هو معروف الآن، ولكن حينما يزج بالماء يعطيه لذعة معينة ويجعل الشرب محببا. فكان من يستعذب له الماء ويمزج، وكان هذا الماء عندهم يوضع أو توضع فيه حديدة محماة، يأخذون حديدة طولها تقريبا حوالي 12 سنتيمتر ويضعونها في النار حتى تحمر، ثم يرفعونها وينفضونها ثم يضعونها في الماء. كانت طريقة من طرق التأقيم عندهم للماء، وهي مثبتة في كتب التاريخ، بمعنى أن شرب الماء هو حضارة، أي شرب الماء هو حضارة، وكان وهذا كان عندهم معروفا أن الذي يعطي ماء لغيره قسط من الأمر لا يقدم الماء بيده، لابد أن يضع في ذلك ثوبا، لا بد أن يقدمه في ثوب، وإلا كان أعتبره أنه مخل بالآداب التي يجب أن تكون معي. على كل حال نحن نتحدث عن ثقافة إسلامية واسعة، عن حضارة مغربية أصيلة، وكل هذا يفيدنا كثيرا في أن نصنع الرأي الذي يحافظ على الماء. ما لم يقتنع الإنسان بأن هذا الماء يجب أن يوفر لا يكون كل هذا عبث. الماء عند الناس لا ينتهي ولا ينضب، الناس الذين يشتغلون إنما هم المعنيون والمثقفون والمجبرون للماء، أما باقي عموم الناس فإنهم يضيعون، وهذا شيء يجب تفاديه. نحن مقبلون، وهذا فعلتنا مع المجالس العلمية، مقبلون مثلا على شهر على الأضحى، عيد الأضحى بما يقع فيه هو بسبب الإهمال يتحول إلى مضيعة كبيرة للماء، ويتحول كذلك إلى مناسبة لتكديس النفايات إلى ذلك. هذا الشيء يجب أن ينتبه إليه الإنسان، لأنها تعطي صورة سيئة عن تغير الإنسان وعن عدم فهمه للإسلام كما هو في ورده الحضر. إذن هذه كلمة تحدثت فيها عن ثقافة أو اعتبار الماء وأهمية الماء ومكانة الماء، وهذه تفيد كما قلت في إيقاف هذا النضوج، إيقاف هذه الشحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.